امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات الصحية القومية المختلفة، كمان تابع أيضا الوضع الخاص بفيروس كورونا. الرئيس وجه بمواصلة برامج التوعية وحملات التطعيم عن طريق كل مراكز التطعيم المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، ووجه أيضا بتيسير الحصول على الجرعات المنشطة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد عوض تجدين مستشاري رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات الصحية القومية المختلفة، وكذلك الوضع الحالي الخاص بفيروس كورونا. وقد عرض الدكتور محمد عوض تجدين في هذا الإطار الوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى الانخفاض الملحوظ في رصد حالات الإصابة بالفيروس بوجه عام، وأن معظم الحالات التي يتم تشخيصها تعاني من أعراض بسيطة دون مضاعفات. وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة برامج التوعية وحملات التطعيم للمواطنين عن طريق مراكز التطعيم المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مع تيسير الحصول على الجرعات المنشطة. وفيما يتعلق بمختلف المبادرات الصحية القومية، اطلع السيد الرئيس على مستجدات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار لإجراء العمليات الجراحية للحالات الحرجة، موجها سيادته بتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتوفرة لدى كافة مؤسسات المنظومة الطبية، سواء التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية. كما تابع السيد الرئيس سير العمل بكل من مبادرة تشخيص الأورام وعلاجها لدى السيدات ومستجدات توفير أحدث التجهيزات والمعدات في هذا الصدد، وكذا جهود الوقاية من شلل الأطفال، موجها سيادته بتعزيز حملات التوعية للتأكيد على تلقي كافة الأطفال حديثي الولادة للتطعيم المضاد لمرض شلل الأطفال والجرعات المنشطة منه. أضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور محمد عوض تجدين عرض كذلك مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما. وقد وجه السيد الرئيس باستكمال العمل على إنشاء مراكز التجميع على مستوى الجمهورية وفق الجداول الزمنية المحددة. كما اطلع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي لمشروع مدينة الدواء وجهود استكمال توطين الصناعات الدوائية المتقدمة في هذا الإطار، لا سيما الأدوية التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحيوية وكذلك صناعة المواد الخام. الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى وحدات قوات الصاعقة، وده للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ كل ما تكلف به من مهام. وكمان شاهد الفريق أسامة عسكر معرض للأسلحة والمعدات الفنية، واللي عكس حجم التطوير والتحديث بمختلف الأسلحة لقوات الصاعقة. كمان امبارح كان في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، زي اجتماع الحكومة الأسبوعي اللي بيعقد أو اللي عقد في مقر رئاسة الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة أكد أنه هيتم بصفة دورية عقد مؤتمرات لإعلان ما تم تحقيقه من مستهدفات الحكومة. تم أيضا استعراض الموقف التنفيذي لأعمال مشروع مطار سفنكس الدولي، ونفت الحكومة شائعة تعميم امتحانات الأوبن بوك على جميع المراحل الدراسية. وهناك أيضا عدد كبير من الأخبار التانية هنعرفها من خلال التقرير التاني. في مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح، منها ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لاجتماع الحكومة الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة، وتم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة. وأكد رئيس الوزراء أنه هيتم عقد مؤتمرات صحفية دورية لإعلان ما تم تحقيقه من مستهدفات الحكومة وإطلاع الرأي العام المصري والعالمي على ما يتم تنفيذه. كمان الدكتور مدبولي يشدد على الوزراء تكثيف التواجد في مقر الوزارات في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية خلال الفترة اللي جاية. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع السابع للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مؤتمر تغير المناخ COP27 اللي هيعقد في نوفمبر اللي جاي في شرم الشيخ. كمان عقد رئيس الوزراء اجتماع تابع فيه حركة السياحة الوافدة لمصر وجهود جذب الأسواق البديلة لها، وخلال الاجتماع تم التأكيد على إطلاق الاستراتيجية القومية للسياحة المصرية قريباً.
كمان امبارح رئيس الوزراء استعرض تقرير حول الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مطار سفينكس الدولي، وقال إن الدولة بتهتم بشكل كبير بقطاع الطيران المدني لأنه داعم رئيسي لقطاع السياحة وحركة التجارة، وأكد كمان على أهمية مشروع تطوير مطار سفينكس لأنه قريب من منطقة الأهرامات اللي بتشهد جهود كبيرة في المرحلة دي استعداداً لافتتاح المتحف المصري الكبير واستقبال زواره. كمان امبارح الحكومة نفت الشائعات اللي ترددت على السوشيال ميديا بأنه هيتم تعميم نظام الأوبن بوك في امتحانات جميع الصفوف الدراسية. وزارة التربية والتعليم قالت أنه ده مش حقيقي ولم يصدر أي قرار بهذا الشأن، وأن نظام الأوبن بوك مطبق فقط على امتحانات المرحلة الثانوية العامة 2022 دون باقي الصفوف الدراسية. أما بالنسبة لجولة المحافظات فالحقيقة معنا من محافظة الفيوم أنه هيتم تشغيل خدمة الدرايف ثرو للقاح كورونا للمواطنين بالمجان، وأيضا فرص استثمارية موجودة في قطاع الأثاث في دمياط، وأخبار تانية من المنوفية وقنا وكمان أسوان. أخبار كتيرة حصلت امبارح في المحافظات، البداية من الفيوم اللي تم فيها تشغيل خدمة درايف ثرو لتلقي لقاح كورونا للمواطنين بالمجان ضمن خطة المحافظة للتوسع في مراكز التطعيم، وده بهدف التيسير على المواطنين في التسجيل والحصول على اللقاح بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري ومديرية الصحة بالمحافظة. امبارح قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على هامش مشاركتها في قمة المدن الإفريقية بكينيا إنها قدمت عرض حول الفرص الاستثمارية والاقتصادية بمحافظة دمياط، وعلى رأسها مجال صناعة الأثاث والصناعات المغذية والمكملة له من خلال مدينة دمياط للأثاث اللي بتتضمن 1500 ورشة صناعية ومراكز خدمية ومنطقة استثمارية، ده غير مركز تكنولوجيا الأثاث ومدرسة فنية دولية بالتعاون مع الجانب الإيطالي. امبارح قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إن إجمالي ما تم تسليمه من عقود مشروعات لأنظمة الري الحديث بنطاق المحافظة حوالي 161 عقد، وده منذ بداية العمل بالمشروع والحد دلوقتي بواقع 255 فدان وبإجمالي تمويل حوالي 2.8 مليون جنيه. في قنا تم الإعلان عن الانتهاء من كامل الأعمال الخرسانية بمشروع مكتبة قنا الإقليمية، وحالياً بيتم إجراء التشطيبات النهائية وأنظمة الإطفاء الذاتي والتكييف المركزي، وبتوصل نسبة التنفيذ لإجمالي الأعمال حوالي 70%. امبارح افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالبهو الخارجي لمتحف النوبة معرض مشروع التخرج والأعمال الفنية لطلاب كلية الآثار بجامعة أسوان، وده ضمن احتفالات اليوم العالمي للمتاحف.